رح نبلش أولى فقراتنا عفاف. السنة الهجرية هي مناسبة عظيمة تحمل في طياتها العديد من الدروس والعبر، تذكرنا بهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصبره وجهاده في سبيل الله تعالى، وتعلمنا أهمية الإيمان والعزيمة والصبر، وأيضا تشجعنا على التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية. للحديث أكثر عن هذه الذكرى الكريمة يسرنا أن يكون معنا بالاستوديو الشيخ الدكتور أحمد سامر قباني، عضو المجلس العلوي الفقهي في وزارة الأوقاف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وسنة مباركة علينا جميعا إن شاء الله. الله يسعد صباحكم أنتم وكل من عم يتابعنا، وإن شاء الله بتكون سنة خير على الوطن والناس كلياتها وقائد الوطن. يسعد صباحك شيخ أحمد، وأكيد كل عام وأنت بألف خير يا رب. خلينا بالبداية نحكي أكثر عن تفاصيل السنة الهجرية وإمتى بلش العمل فيها كقواعد وكتقويم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، كان معروف في ذلك الزمان تقويمان رئيسان، التقويم الأول التقويم الفارسي، والتقويم الثاني هو التقويم الروماني. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته كان سيدنا أبو موسى الأشعري واليا له على إحدى المدن، فأرسل له كتابا يقول له في رجب، فقال: ألعامنا هذا أم لعام مضى؟ فأرسل إليه فقال: لا أدري. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا بد أن نؤرخ بشيء. تم عرض عدة أشياء. العرض الأول أن يؤرخوا بمبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ببعثته. العرض الثاني أن يؤرخوا بوفاته، يكون التأريخ يبدأ من وفاته. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طرح أن نؤرخ بالهجرة، فقال: يا أمير المؤمنين، كانت الفيصلة بين الحق والباطل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجب هذا الرأي سيدنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبدأ التأريخ به في السنة 17 للهجرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في نهاية السنة 10 للهجرة، بعده بسبع سنوات بدأ التأريخ في الأمة من هذا الوقت. طبعا البعض يسأل: لماذا نؤرخ من شهر المحرم؟ والهجرة كانت في شهر ربيع، ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. كانت في شهر ربيع، وهجرته كانت في شهر ربيع، لماذا نؤرخ بشهر محرم؟ الإمام ابن حجر العسقلاني، وهو محدث كبير ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، ذكر ونقل أقوال كثيرة عن العلماء، ثم قال وأوفقها وأقربها أن المحرم هو منصرف الحجاج. يعني احنا كنا بالحج هاي السنة ورجعنا، امتى رجعنا؟ قبل المحرم بكم يوم، فهو منصرف الحجاج. والهم بالهجرة كان من شهر محرم، الإعداد للهجرة النبوية الشريفة كان من شهر محرم. والأمر الثالث أن شهر المحرم كان الشهر الأول عند العرب، ولأنه شهر حرام، فعدة أسباب دعت إلى التأريخ بشهر المحرم، البداية أن تكون من شهر محرم، وأوفقها أن الهم بالهجرة الإعداد إلها كان من شهر محرم. نحن بنعرف، وأنا كتير بقول لهم لحنا اليوم، أنه أرجوكم نتابع أبنائنا وبناتنا، لأنه اليوم التقويم الهجري ما عم نهتم فيه كتير، فكتير من أولادنا وبناتنا ما بيعرفوا شو التسلسل الأشهر، أنه والله المحرم وصفر وربيع، فالهجرة كانت بربيع، طيب لحنا رجعنا لورا شهرين، ما هو الإعداد للهجرة كان قبل شهرين، ربيع الأول وربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة، ثم يعود مرة ثانية إلى شهر المحرم. نعم شيخنا، ذكرنا ببداية الفقرة بأنه هذا اليوم يذكر المسلمين جميعا بكل الأمة الإسلامية بمدى الصبر ومدى الجهد والمثابرة اللي كانت من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن رافقه إلى أن وصلت الهجرة. وحضرتك ذكرت بأنه هي كانت حدث مفصلي في التاريخ الإسلامي، تحدث عن هذا الحدث وأهميته. فعلا
أهم حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله والهجرة نبيا، لأنه كان هذا أعظم حدث في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد سيدنا إسماعيل، فالحين نتكلم عن الأمة العربية، وما قبله من الأنبياء كان من ولد إسحاق. فلحنا كأمة عربية نبينا العربي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا في شغلة هامة، أنه لحنا لما نتكلم عن موضوع الرسالة نتذكر مع منها ما لازم الرسالة من الرحمة. يعني لماذا نقول المبعث أهم حدث ثم تليه الهجرة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمبعثه كان رحمة للعالمين. ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فجعل سبب بعثته الأخلاق، وقال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فما رافق الدين من الرحمة من اليسر من الأخلاق بيجعلها أهم حدث. يأتي بعدها مباشرة حدث الهجرة. في مكة المكرمة دائما الله يرحم أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قال الصالح قد يعادى، الإنسان الصالح بالمجتمع قد يعاديه الناس وقد لا يعادي الناس، بجوز يكون بحاله ما حدا يعاديه، بجوز يحبه بجوز يكرهه، بس على الأغلب رح يعادوه، لأنه لا بد للمرء من عدو، إن كان خيرا عاداه الأشرار وإن كان شريرا عاداه الأخيار، لأن الأخيار ما بيحبوا الإفساد في الأرض كمان. بس على كل حال الصالح قد يعادى وقد لا يعادى، ولكن المصلح قطعا سيعادى. ففي فرق بين الصالح وبين المصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء كلهم، كل الأنبياء من عند سيدنا نوح ونحن جايين كلياتهم هاجروا. سيدنا نوح بنى السفينة وأركب معه البشر وغير البشر الأمم كلها وهاجر بهم. سيدنا إبراهيم ما آمن له إلا سيدنا لوط عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. سيدنا موسى هاجر أول هجرة إلى مدين وتزوج بنت سيدنا شعيب، رجع مرة ثانية أخذ بني إسرائيل وعبر فيهم كذلك سيناء. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هاجر. المصلح سيعادى. قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعبدون حجارة لا تضر ولا تنفع. في صحيح البخاري كنا نعبد حجرا فإذا وجدنا حجرا أجمل منه ألقينا الأول وعبدنا الثاني، وإذا لم نجد حجرا اتخذنا صنما من تمر فإذا جعنا أكلناه. أشو هالإله هذا؟ هذا إلغاء للعقل. صحيح. لما نحن نعبد حجارة لا تضر ولا تنفع. والله إحنا ما نحب البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، نمسك البنت شو إجاني بنت هاتوا ناوليها واقف على الباب عمرها ساعة يدفنوها وهي حية. القوي يتعالى على الضعيف. أنا من قبيلة فلان، أنت من أي قبيلة؟ جاء الإسلام ليقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. جاء الإسلام لينقل الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. جاء الإسلام ليكرم المرأة ويقول عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. هذه الأفكار الثورية وغيرها الكثير من الأفكار العقائدية والأخلاقية الإسلامية غيرها كثير، شلون بده يرضى فيهم؟ هذا الإنسان اللي قاعد زعيم عامل زعيم بمكة وهو يعتقد هو وائد بنته وهو يعبد الأصنام وهو قبيلة تبعه اللي نحتت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وهو اللي عنده عبيد واللي عنده جواري وعنده كل شيء، شلون بده بقى يغير كل هالمعتقدات؟ لابد أن يحارب المصلح. فالله يرحم الدكتور البوطي، الأنبياء كلهم كانوا مصلحين، وقال رسالة الإسلام هي رسالة صلاح وإصلاح. يعني الإنسان مفروض يكون صالح ومصلح في نفس الوقت. يعني الدين النصيحة. الإنسان لما بيشوف خط غلط على إنسان تاني من دافع الإيمان القوي والإيمان الصحيح المفروض أنه هو ينصحه ويقول له أنه أنت أنا شفت منك كذا وكذا لكن أخطأ، بشروط النصيحة وليس الفضيحة قدام الناس على ملأ أنت عملت هيك وهيك، هي ما بقيت نصيحة هي بقيت فضيحة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنا منتذكر كل مواطن خفير، منتذكر لا أريد لأحد أن يسكت أو أن يتستر عن الأخطاء. طيب
إذا إحنا بحدث الهجرة لما جاء ولم يعجبهم ذلك، ما حصل هو التالي: قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار بن ياسر ماتت أمه سمية تحت التعذيب، وأبوه سيدنا ياسر مات تحت التعذيب. سيدنا بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه يوضع في حر الرمضاء على الأرض والرمال الساخنة. والله اللي احنا بتذكر هي السنة بعرفات، الخيمة اللي كنا قاعدين فيها مكيفة، انقطعت الكهرباء لمدة نصف ساعة، صدقا رح تطلع روحنا، حرارة 50 ما في، ومسكر الخيمة ما في شبابيك، فتحوا شبابيك حتى نتهوى ناخذ شوية هواء. وين هذا اللي احنا بالظل فوق منا في أشجار، وين بدنا نشوف حر الرمضاء؟ يعني درجة حرارة 55 قاعدين على الصخر، على الرمل، على الرمل وفوق الصخر العظيمة، وهو صابر يقول أحد أحد. طيب اذا انتم ما بدكم توافقوا اتركوه، خليه ينشر مبدا الدعوه تبعه، واذا كان نجاح فهذا عز لكم، واذا ما نجح فبيكون انتم بالنسبه لكم فشل اللي بدكم اياه صار. لا ابدا، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما تجي قبيله يدعوهم الى الاسلام يقولون عنه شاعر. اوعكم تسمعوا فاكرين هذا عن حق كتاب من عند الله، هذا شعر قاعد هو نظمه، مره مجنون اوعكم لا تسمعوا، مرة كاهن يأخذ العلم من الرهبان، طيب ساحر وهكذا، شاعر، تماما. كل هذا قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من نشر الدعوة، لأن رسول الله أمر بأوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، ولا بد أن يكون هذا التبليغ للناس، وهم منعوه من ذلك. كيف يكون ذلك؟ بالهجرة. دائما الهجرة فيها أحياناً متنفس للإنسان، فكرك قد لا ينجح في مكان، قد ينجح في مكان آخر، تجارتك قد لا تنجح في مكان، تنجح في مكان آخر، وكذلك رسالتك قد لا تنجح في مكان، فتنجح في مكان آخر. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقبله الأنصار، بطلع البدر علينا كما رأينا في التقرير قبل قليل من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة قبل كل شيء آخى بين المهاجرين والأنصار. هذا هو ديننا، الأخوة، قبائل متناحرة، الأوس والخزرج مع قبائل من مكة المكرمة مع ضعفاء بلال الحبشي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي، آخى مع أسياد العرب في المدينة المنورة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، المسجد طبعا بجوز نقول ايه هو دار عباده، شيء طبيعي، لك لا 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 ابدا، في ذلك الوقت المسجد مو دار عباده، هو وزاره خارجيه، وزاره داخليه، هو وزاره تربيه، وزاره التعليم، يعني كل شيء يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني بنى الدوله. وثالث شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر اول وثيقه مواطنه في الدنيا. في مدينه كان هناك الاوس وكان هناك الخزرج وكان هناك اليهود بقبائلهم، بني قريظة وبني قينقاع وبنو النضير كانت من قبائل اليهود، متناحرون فيما بينهم، اليهود يذكون نار العداوة دائما بين الأوس والخزرج إلى آخره، وبالتالي هذه لا يمكن أن تقوم دولة دون أن يكون هناك وثيقة مواطنة. المسلمون واليهود في المدينة المنورة، المسلمون وأهل المدينة واليهود، يعني حتى كان في ناس تعبد الأصنام في المدينة، يد واحدة على من سواهم. وين سمعنا نحن بحياتنا هذا قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه نحن الدين ما بيفرق، الدين يجمع، يجمع بينكم المواطنة، كل واحد له حقوق عليه واجبة. لكن الحدث المهم هو المعجزات التي حصلت في طريق الهجرة، وجاء القرآن ليخلد ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني أنت منقطع الأسباب في الأرض يتدخل رب السماء. وأنا على طول بقول لهم بالأزمة اللي صارت في سوريا، والله يلي تدخل هو رب السماء، بالإضافة إلى جيشنا العربي السوري، بالإضافة إلى الحكمة في القيادة السياسية، بالإضافة إلى صبر شعبنا وقديش صعب، شعبنا عريق وصبر. بقول لهم بس والله في تدخل إلهي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فالمعجزات التي حصلت معجزات كبيرة، طبعا لا يسعها مثل هذا المجال، تحتاج إلى
حلقات أخرى إن شاء الله وإلى جلسات. أكيد يعني لا يمل من ذكر هاي التفاصيل اللي بنعتبرها اليوم جميع المسلمين بيعتبروها مقدسة وماشيين على قيم ومبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم. بدنا نتمنى أكيد السلامة والمباركة واليمن لكل السوريين ولحضرتك اليوم. الله يسلمكم، ومبارك كمان لأبنائنا وبناتنا اللي نجحوا بكالوريات، ونقول لهم لا تيأسوا إذا واحد ما جاب المجموع. لو كان في وقت كان بدي احكي قصه قصيره، بس ما في وقت معنا. ممكن نسمع شيء سريع من حضرتك؟ تفضل. احد الاشخاص انا اجتمعت فيه بحياتي كوني خطيب مسجد انا وامام مسجد، هو انسان كبير جدا يعني عنده منشات صناعيه كبيره، فاجى حكى لي قصته. قال لي انا قدمت بكالوريا وقال لي اهلي حاربوني لاني ما جمعت المجموع العام وبهدلوني، وانا قال لي بقيت شهر قاعد بالبيت ما طلعت. طلع له معهد متوسط كهربائي، بعد ما بلش العام الدراسي قال له روح شوف شو هالمعهد. فراح على المعهد المتوسط لقى فيه تجارب وبطارية وحط سلك من هون وركب كبسة من هون، عجبته الشغلة. فقال دخلت فيه على هواس عجبتني، لأنه هو سنتين المعهد. قال هذا المعهد كان سبب النقل النوعية بحياتي وحياة عيلتي كلها، صار من أهم الناس الذين يقومون بالمنظمات للمنشآت الصناعية الكبيرة في القطر وخارج القطر. السعد تبعه كله كان بهالمعهد اللي هو كان فكره شو بلاء عليه، وأهله بهدلوه شرشحوه إنه أنت بتجيب معهد متوسط. أبنائنا بذلوا قدراتهم وجهدهم، نزعل من أولادنا لما ما بيبذلوا جهدهم، بس إذا بذلوا جهدهم وكانت نتائجهم مرضية ما بنعرف وين الخير. صحيح. خلينا نشوف بجوز الخير مطرح اللي احنا بدنا نوجهه هيك. اخي مو من هون الطريق، تعال عم يمسكوا الله عم يقول له الطريق من هون. دائما بنقول الله يروح من هنا، بنقول خير فيما يختاره الله. اكيد دائما ودائما نحن بنشوف هيك، بس رب العالمين بيكون حاطط لنا لبعيد كثير اشياء نحن مو شايفينها. اليوم بدنا نتشكرك لوجودك معنا، ويعني شكرا هيك. خلينا نقول ذكرنا مع حضرتك تفاصيل بطريقه جدا فينا نقول لطيفه وقريبه من الكل. شكرا لك لوجودك، وينعاد عليك بكل خير مرة ثانيه. امين. وعليكم وعلى الامه العربيه والاسلاميه جمعاء. شكرا لك شيخنا. الله يحفظكم. شكرا لك شيخنا. الله يحفظك. اهلا وسهلا.